مشروع من من خارج بلاد هو مشروع محوري ومهم جدا، واعطينا له كل الأولوية لنقوم به. لحد الآن احنا انهينا من المحادثات مع الشريك الأجنبي وهو شريك صيني. كل الدوائر الوزارية تشتغل بالتنسيق التام للانطلاقة الجدية والحقيقية لهذا المشروع، مشروع الذي طال الوقت تاعه. وإحنا محمام إحنا كي كنا صغار كنا نقرأ على كراج بلاد، يعني قرينا عليه، والآن حان الوقت لاستغلاله في هذه الأسابيع القادمة إن شاء الله، يعني ما تفوتش شهر مارس ليكون تحديد رسمي والانطلاقة في المشروع. عدنا النظر في طريقة التعامل مع هذا المشروع، نقوم بعملية نشر لابيل مانيفيستاسيون دانتيغيز، راح يكون البحث على الشريك التكنولوجي اللي راح يقوم معنا بهذه العملية في هذه الأسابيع.